تخليدا لذكرى شهداء في يومهم يتم ارتداء سعفة النخيل تتوسطها زهرة الرزج البيضاء التي ترتبط ارتباطا وثيقا بيوم الشهيد وتمثل رمزا للسلام الذي دافع عنه شهداء البحرين وقدموا أرواحهم في سبيل أداء واجبهم الوطني. نتابع هذا التقرير الذي عدته لنا الزميلة مريم حميد. يقف التاريخ اليوم وقفة إجلال وتعظيم وفخر لمن قدموا أرواحهم فداء للوطن في سبيل حماية سياجه والذود عنه. وها هي البحرين اليوم تستذكر أبنائها الشهداء الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب، فاستحقوا كل التقدير والإكبار. لكل شهيد من شهداء الوطن أسطورته الخالدة العطرة المحفوظة في قلب كل بحريني وبحرينية. فمنذ 9 ديسمبر حتى 17 منه والذي يوافق يوم الشهيد، زينت زهرة الرزج وسعفة النخيل صدور الجميع تخليدا لروح شهداء الوطن ووفاء وعرفانا لتضحياتهم الغالية. ولكن ما هو السر في اختيار زهرة الرزج وسعفة النخيل تحديداً رمزاً لهذه الذكرى العزيزة؟ الحكاية تكمن في أن زهرة الرزج تحمل ملامح تدل على السلام والطهر والوفاء والإخلاص والتضحية في سبيل الخير، بالإضافة إلى رائحتها الطيبة التي تضفي على المكان السعادة والسرور وتترك أثراً طيباً في النفوس. أما سعفة النخيل فترمز للعطاء والنماء والأصالة والارتباط بالأرض وتحدي الصعاب. وتخليدا لذكراهم يتم ارتداء سعفة النخيل تتوسطها زهرة الرزج البيضاء كرمزا للسلام والحياة الدائمة والصفاء وذكرى عزيزة على النفوس لاستذكار مناقب الشهداء العظيمة. فيهب أبناء الوطن لشرائها وارتدائها لمدة 9 أيام. يوم الشهيد هو يوم الخالدين في وجدان الوطن، جسدتها الرزجية البيضاء وسعفة النخيل المتجذرة في الأرض البحرينية. فتقف البحرين شامخة الرأس راسخة العقيدة، علمها الوطني يرفرف من وريد شهدائها الذين سطروا بطولاتهم في صفحات التاريخ بأحرف من نور.